ومن الألفاظ الشائعة عند بعض من الناس أنه يقول سلام حار مني لفلان، سلام حار. وكلمة الحرارة تنافي السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فلا يوصف السلام الذي يطلب من الله عز وجل السلام للمسلم عليه بأنه حار، فلا يوصف السلام بأنه سلام حار. ونظيره لقاء الحار